الخبر اللي عدنا عن نور ستارت ومرضها. نور ستارت نزلت على حسبها بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كانت تقول بيها انه كل شيء غريب قاعد تطلع على جسمها، لكن هي ما تعرف شنو هي. طلب من المتابعين يوضحوا لها شنو الموضوع هذا، وانه هي كل شيء خايف. راح احط لكم الستوريات تشوفوها. بس حابه اسال سؤال، اذا في دكتور عم بيشوف جسمي كله عم بيطلع فيه هدول البقع بدون سبب، بدون ضرب، بدون اي شيء، عم بكون بكل جسمي في هيك قصص. طبعا الله يشفيها يا رب، وان شاء الله ما يكون لك شيء مهم. ولا تنسوا يا حبايبي تدعوا لها بالكومنتات بالشفاء العاجل. الخبر الثاني عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر. فأول يوتيوبر عدنا هو أحمد أبو رب، واعتزاله مؤقتا عن اليوتيوب. أحمد أبو رب نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات تقول بيها انه راح يقطع عن اليوتيوب فترة بسيطة بسبب اللي قاعد يصير حاليا في فلسطين، ولكن الحين نزل مقطع أخير، ولكن بعدها حذف هذه الستوريات ونزل هذا الستوري. كاتب أنا مسحت الستوريات، حسيت هذا التافه، في أطفال بيموتوا في فلسطين وأنا عاد عم بحكي عن اليوتيوب. يا أخي طز باليوتيوب. في ظل ظروف القدس أنا صراحة ما كنت ناوي أترك اليوتيوب، محتوى اليوتيوب كنت ناوي أضل مستمر، بس يعني مش قادر أصور صراحة، مو ما عندي القدرة النفسية إني أصور وأنا عم بشوف هذا اللي قاعد بصير. فضل بس فيديو واحد أنا مجهزه أصلاً، هو فيديو الطبخ، حينزل اليوم، بعدين أتوقع حترك اليوتيوب لا بعد العيد لحد ما أشوف إنه أنا يعني أقدر على الأقل أصور، لأنه هذا السجد مش قادر. تصحيحاً يا جماعة، مش القدس لكن فلسطين كاملة، فلسطين كاملة مولعة، والفيديوهات اللي بنشوفها جد جد بتحزن يا جماعة. أنا اليوم قضيته لهلا، أنا هسه طلعت من التخت، طول الوقت بس على التخت بحضر فيديوهات وصافن صافن، بس مش عارف مش عم بعمل شيء. اما اليوتيوبر الثاني عندنا هي سارة يوب. فسارة يوب نزلت مقطع لقناتها باليوتيوب، فضحت بيه انس الشايب فضيحة زائد 18 وهي هذه البنية الثانية، وليش زائد 18 قاعد يسووهم غير هذه البنية؟ طبعا هم مليان بنية. كلك كشفت حقيقة سارة يوب بالوصف، احط لكم رابط المقطع، اتمنى الكل يروح يشوف المقطع، وكشفت لكم بالحقيقة بالكامل والصدمات اللي مسويها هذول البنات. طبعا كل هذه الفضايح موجودة بالدلائل على سارة، احط لكم الرابط بالوصف مثل ما قلت لكم، والصراحة اكتبوا لي بالكومنتات هل انصدمتم من اللي شفتوه او تتوقعوا من زمان هيك راح يصير. طبعا خيانة البيسان اسماعيل. الخبر الثالث اللي عدنا على اصالة المالح وبكاها. فاصالة المالح نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وهذه الصورة تشبه هذه الصورة قاعدة تبكي بيها، كانت كاتبه هاشتاج مسجد النبوي مسجد الاقصى، ولكن بعد حذفت الستوري صراحه ما ادري ايش السبب، ولكن يمكن سبب تهجم اللي تعرضت له اللي يتهمون يمكن لهذه الدموع كذبه او محققين. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وبكاء اصاله على فلسطين. الخبر الرابع اللي عدنا عن اغاني اليوتيوبر، فهو اليوتيوبر هو مصطفى ريدر اللي نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري، وبهذا الستوري كان يعني من خلاله انه راح ينزل اغنيه فلسطين خلصت تقريبا. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو انس الشايب اللي نزل على حسابه بالتيك توك هذا المقطع، اللي من خلاله انه راح ينزل اغنيه عن فلسطين باكر على قناته الاساسيه، وحط البرومو مال الاغنيه بالمقطع، راح احط لكم البرومو اللي حابين نشوفه كامل. طلع من الشباك قال لي هات الهويه، قلت له انساك، قال لي شكلك طفي جاي طريق اللفه لابس ومتخفي وعامل لي ارباك، قلت له ولا مره هاي بلادي حره اطلع لي من راسي وسد الباب وراك. الخبر الخامس اللي عدنا عن اليوتيوبر السوريين اللي قاعدين يظهرون بتركيا تضامنا ويا فلسطين. من هذول اليوتيوبر هو نورمار ومحمد جواني طبنجة، وهو يوتيوبر نزلوا شويه ستوريات قاعدين يظهرون بها بتركيا. اعطيكم هذه الستوريات حابين نشوفها صراحه، حركه حلوه من اليوتيوبر هذول يشجعون الناس يظهرون، لعل ولعسى هذا الشيء يفيد اهلنا في فلسطين. الله ينصرهم يا رب، احطكم ستوريات تشوفوها. ممكن نعمله نحن بعيدين يا جماعة، ما في حواجز تركية لحد يتحجج بالحجر، الحواجز مفتوحة والناس عم تطلع بتتظاهر، فكلها تبع فلسطين. أنور انزل، أنور لك انت لعبت سوء، انزل بدك روحنا انت. نور مار، نور مار مو نور مار. وبصراحة حابب انه صارت المقطع اللي تسوي المقطع سارة يوتيوب بالوصف، اتمنى الكل يروح يشوف المقطع ويفجر المقطع باللايكات، ونحاول نوصل هذا المقطع اكثر من 50 الف لايك. وبس، جاكم فايزين وقت منك القصص، ومع السلامه.